الشوط مال النسو اكثرهم من الاهلي حاليا. كنا عند الاهلي حاليا كنا نمشي من عين ونروح الى وين الله يطول عمرك حديقه الاندلس هني كذا قصر القضيبيه هني كان الملعب فمباراه النسوريا التاج النسوريا العربي ترسانه ذاك الوقت يعني كنا يعني وعقودا في مباراه على استاد المحرم بالباصات نروح فحضرت يعني هاي الاشياء من يوم 66 اشجع هذه الوالد لما طول عمره 68 بعد ما انتقلنا المدينه سنه ونص ودوه باركو لندن في لندن بعد ما رجع كان جايب جرايد اطالعها اشوف دليل فاسال هذا مين هذا كذي يقول لي هاي ليفربول هذا كذي هاي كذا منها بديت اعشق الكوره اعشق الكوره من برا البحرين اللي هو اللي يعني تقريبا 69 دوري الاوروبي 69 69 هذا حضرنا افتتاح استاد مدينه عيسى الرياضي 1970 ودوره الخليج اول دوره الخليج كنت موجود فيها لا كنا من جمهور من جمهور 1970 كنا احنا موجودين يوم كنت في الفريق ايه هو 6 سنوات ايه ما هو دورك مدافع مهاجم وسط وسط كنت احب الله يرحمك الكابتن يوسف الصباغ نادي النسور فكانوا من عين سموني هذا فكنت احب لعبه الصباغ هو حسن حسين مع نادي الاهلي ف يعني مثل ما تقول هذا العشق اللي كان رياضي كانت كرة القدم هي هوايتك الوحيدة أم هناك هواية لا بس كنت هذه يعني عندي رياضة هذه كرة القدم بالنسبة إلى ولادتك في 1960 ممكن تحدثنا عن ولادتك أنا ولدت في منطقة النعيم بيت جدي الحاج أحمد النشيط الله يرحمه على يد دكتورة باكستانية أعرف أنها بلقيس اسمها وأطلقت علي اسم محمد محمد مولى دعوتني قصام محمد يعني اللي سمت محمد محمد الوالد كان يعشق يعني الوالد كان من هواية من هواية السفر وكان يحب مشاهدة الأفلام والشغلات فعاشق اسم مجدي فكان اسم مجدي غريب فأطلق علي مجدي وصار احتجاج على الاسم فقام في النعيم فقاموا يسموني على اسم دي اللي هي محمد ويسموني مجدي. مجدي. إنزين فهذا وكنت أول حفيد إلى العائلتين عائلة الوالدة وعائلة الوالد أول حفيد إليهم يعني فكنت لي مكانة معهم حلوة وجميلة في القلوب ويعني ما نقول دلع وكذا بس إنه ما يعني كأول عبارة حفيد. عماتي خالاتي كذا جدي وجدي وجدتي وجدتي انا لله الحمد 6 جدود عندي كان في 1960 وهذا اعطاك موقع باعتبارك الحفيد الاول اعطاك موقع في العوائل في الاربع عوائل اللي هو عائله حماد بالادرج من ناحيه الوالد ايوه النشيط ومرهون وطريف طريف من ناحيه الام ومرهون من ناحيه الام وفي عوائل اخرى وياها بس نتكلم عن الاساسيين أنا الوالدة ما شاء الله عليها يعني عندها امتداد على شعر البداية ما شاء الله هذه هاي المكانة مثل ما تقول كنت محل يعني كنوع العيون عليك ركبة كان يراقبونه كانوا كذا شغلات نوع إلا شيء تعتبر وكان ثمين إذا بالنسبة إلى الدراسة بداية الابتدائي إلى الجامعة كنت في المدرسة بن خلدون في العين في قبل يعني مدرسة درويش ومدرسة بن خلدون مدرسة درويش ومدرسة بن خلدون هاي في منطقة اللي هي النعيم ورحت المدينة صرت في مدرسة الرفاع مدرسة المعامية اللي يعني كانت في الحكم اللي هو رحت المدينة في 1968 وكان في ثالث إعدادي أو ثالث إعدادي هنا ورحنا إلى الرفاع فترة عقب ودونا مدرسة المعامية بس كانت مكانها في الحكم موجودة. هذه المدرسة تقريبا من أفضل يعني هي وهي مدرسة بن خلدون امتازوا بشغلتين بن خلدون ما فيها سور وهذه ما فيها سور بن خلدون كنا نطلع
على الساحل البحر ونروح الى الجلاليف. يعني وقت الفراغ له فصحى، فنروح الجلاليف. يعني فصحتنا ويا الجدود والاعمام والاخوال كلهم هناك، فنقعد معاهم سوون هذا وناكل ياهم كذا شغلات، عقب نرجع للمدرسه. هاي كانت مدرسه الخلدون. في مدرسه المعامل في العكر كانت، كنا في الفصحى في الدوالي ويا المزارعين، فناكل ياهم كذا شغلات. فهذه المدرستين كانت حلوه يعني جميلتين كذي. عقب جينا مدينه عيسى، كانت مدينه فتحوها 69، حملت اسم مدينه عيسى الابتدائيه. عقبها الحق وياها اعدادي، فتحوا مدرسه ثانيه مدينه عيسى، نقلونا وهذيك سموها مدينه عيسى وهذه سموها اعدادي، وضافوا عليها الثانويه. فصارت من عيسى الثانويه، لان 68 تقريبا الى 72 دي الفتره اللي كانت السكن عباره الناس كانت تجي المدينه. 72 لا خلاص صارت مدينه عيسى تسعت، وصار البنيان الى وصل الى جرداب والى سنه. نعم. ديك الفترة كنا احنا بس منطقتين، الشرقية والغربية. وتخرجت في الثاني في اي عام؟ 1979. 1979. وش تعلمت من كخبرة كمعرفة من المدرسة اثناء تواجدك من الابتدائي الى الثانوي؟ شوف، مدرسة الفترة الإعدادية والثانوية في مدينة عيسى ما كان في مدارس في المنطقة الغربية، ولا في الرفاع ولا في السند ولا جد علي ولا كذا ولا سترة. كانت السترة كانوا يودونهم في المنامة وبعضهم يجون المدينة. كانت المدارس تركز في مدينة عيسى هذه، فكان مختلف المناطق موجودة. يعني من القرى راس البحرين كلها في مدينة عيسى. كلها مدينة عيسى. يعني الجودة الآن بعض المسؤولين الموجودين، بعض النواب، بعض كذا اللي موجودين حاليا، تحصل على الاقل كم واحد متخرج من مدينه عيسى. فمدينه يعني عيسى تعلمت منها في هذه المدرسه، تعلمنا اولا طريقه التواصل، مهاره التواصل مع الناس، التواصل مع الناس، لان جاي من بيئات مختلفه، شلون تقدر تتواصل مع هذا الشخص؟ انت من بيئه، هذا من بيئه، هذا من بيئه، شلون تقدر توجد القواسم المشتركه؟ فحليوه هذه كانت جميله. والمعرفه مع اشخاص من مختلف مناطق البحرين. بحرين. فهذه كانت يعني شيء تكونها كمهارات استفدنا منها واكتسبناها. وحليوه يعني. ننتقل بالنسبه لدراستك الجامعيه. وين درست في الجامعه؟ جامعه الامارات العربيه المتحده في منطقه العين. العين تعتبر هي كان العاصمه الى اماره ابو ظبي. ابو ظبي. العين منطقه جدا جميله، جماليه، زراعيه، جدا حلوه. الجامعه ايضا على شاكله المدرسه مالتنا. مدينة عيسى فيها من جميع اللي هو الجنسيات، لأن دولة الإمارات تعطي كمنح إلى كثير من الدول الإسلامية أفريقية. دراستك هناك كان منحة أو منحة؟ منحة على حساب الإمارات، على أساس إن أنا أتخرج وأصير مدرس. أنا كنت أحب التدريس. كم التخصص اللي درسته؟ كيمياء جيولوجية. كيمياء جيولوجية. إيه. فكيمياء جيولوجية، فعلى أساس إن أنا أتخرج وأصير مدرس. هذا كان في 1979. اي تخرج 1984. 84 انا تخرجت على اساس اصير مدرس. يوم كنتوا في الجامعه وش كنتوا في اوقات فراغكم؟ شوف، عده هوايات، عده هوايات. زياره الامارات اولا، الامارات الاخرى. اي نعم. نتعرف الامارات منطقه شاسعه وكل اماره تختلف عن الاخرى. هذه الاماره تمتاز بدي، الاماره الثانيه تمتاز بكذا امور. رحنا نطلع عليها، على ما تضاريسها، معالم مالها، كذا امور. وكنا في الاثناء هاي صفنا ويا الجاليات الموجوده. الجاليات تعرف ما لهم مكان يروحون فينامون، لان احنا الجامعه عندنا سكن. يعني احنا الجامعه موفره لنا سكن، موفره لنا كل شيء، مطعم، غسيل ثياب، شغلات كلها، كل شيء متوفر يعني هذا. وكان يعطونا بدايه ما رحنا كان يعطونا شهريا راتب، الى ان عقب صارت طلبه زادت. كم يعطيكم الراتب تقريبا؟ 75 دينار بحريني ذاك الوقت. ما شاء الله. اي وكان اعتبر مرتفع بذاك الوقت. اي وفي عطله الربيع يقولون نختار اربع دول نسافر لها. على حساب الجامعه. زين، فكانت حلوه يعني صراحه.
فكنا نقعد في الاجازه الاسبوعيه ويا الجاليات برنامج رياضي نسوي. برنامج رياضي؟ اي او مسابقات ثقافيه. بالنسبه لبرنامج الرياضي كنت كل مثل البحرين فريق البحرين؟ لا، في على مستوى الجامعه كانوا يشكلون فرق، فكنا احنا بحرينيين فوق الأربعين 40 طالب اللي عندهم هو الكوره مجموعه طلبه، فكنا نشكل فريقين بحرين الف بحرين باء. بحرين الف كان يراس الله يذكره بالخير ابو ابراهيم رئيس مجلس النواب السابق احمد المله. احمد المله رئيس البرلمان. رئيس البرلمان كان يراس بحرين الف، واحنا كنا في وياه مجموعه، واحنا باء بعد يومنا مجموعه. انت بحرين باء؟ احنا مجموعه بحرين باء. المستوى الالف كانوا لان دلين يلعبون، احمد المله وغيره دلين كانوا يلعبون في نادي البحرين سابقا، بعضهم كانوا يلعبون في انديه. احنا باء هو تقدر تقول هاوي ديلاك محترفين. فالف يوصل يعني الدور النهائي يطلع الثاني، بس ما طلع الاول كذا، احنا نطلع الثالث نطلع الرابع او يطلعوننا ساعات من الادوار. فالحب جدا جميله يعني كانت حلوه وكذا. وهذا الى 1984 84 رجعت البحرين. رجعت البحرين على اساس مدرس طلبتني الوزاره اللي هي عباره كانت في ذاك الوقت وزاره التجاره والزراعه اللي هو اداره مصادر المياه في الشؤون الزراعيه في البدايه. اتصلوا بتليفون قالوا لي احنا طلبنا من وزاره التربيه والتعليم رشحوك، لان كنت معدل ماله كلش ممتاز في مجال وجيب جايب معدل يعني جيد جدا مرتفع، ونحتاج ان احنا نبي نسوي مختبر. ما عندنا مختبر، مختبر مياه جوفيه، فما انك انت عندك في الجيولوجي وعندك في الكيمياء هذا مطلبنا للنبا. هاي شرطنا الاساسي كان. فمن 1985 قالوا لي بدايه السنه بدنا نخليك، فطافتني التدريس عباره. انا كان هوايتي اني اصير مدرس، بس ما هذا التدريس ما هديته، كنت ادرس خاص في العطله في العطل الصيفيه. كنت ادرس اللي هو على المراحل الدراسيه في مدينه عيسى الكامل تطوعي. تطوعيا يعني الى فتره الى التسعينات. فصرت من 1985 2013 دخلت مجلس بلدي الوسطى. نعم، انت الحين شغلت في الوزاره، كان وزاره التجاره والزراعه، كانت وزاره التجاره. شوف هي دي الوزاره صارت وزاره التجاره والزراعه، وزاره الاسكان والزراعه، وزاره الاسكان والاشغال والزراعه، وزاره الاشغال والزراعه، وزاره البلد. عده مسميات. عده مسميات وثمان وزارات. من 1985 ل 2013. اي انا ثمانيه. كم وزير مرت؟ انا مر علي ثمانيه. ثمانيه وزراء. وياي اشخاص مروا عليهم 10 11 يمكن بعد 11 وزير. انا مر علي بس ثمانيه. اول وزير مرة. اول وزير حبيب قاسم الله يرحمه، حبيب قاسم. واخر وزير مر علي الله يطول عمره عصام خلف. نعم، يعني اول وزير حبيب الله يرحمه عصام، مروا علينا مجموعه من الوزراء، رئيس مجلس الشورى حاليا الاستاذ علي صالح، عندنا سمو الشيخ خالد، مع الشيخ خالد عبد الله نائب رئيس الوزراء حاليا. نعم، وعندنا في مهندس فهمي الجودر، الدكتور محمد عايز السدري مستشار جلالة الملك، عندنا الله يطول عمرك جمال الكعبي سفير البحرين في عمان، منصور بالرجاء. يعني هاي مجموعه ثمانيه تقريبا اللي مروا علينا الوزاره. كل وزير له اسلوبه، له خطته، له كذا، له امور اضافه شغلات، هذه خطه مالته كامله. وش تاثير وزير نزلت وزير بعد اللي هو المرحوم ماجد الجشي. اي ماجد الجشي. ماجد الجشي تسعه وزراء. يعني تسعه وزراء. اي مرحوم ماجد الجشي، بس المرحوم ماجد الجشي استلم الوزاره كان مريض. يعني هذا ما التقينا به، بس الثمانيه دليل لا اجتمعنا بهم. قعدنا معاهم، التقينا معاهم، استمعنا لتوجيهاتهم، استمعنا لخطط مالهم، استمعنا لكذا. كيف اثر على الشخصيه مهاراته؟ بالعكس، لان كل وزير له اسلوبه. ثاني شيء يعطيك اللي هو ان التغيير، قاعد تتغير الوجود، تتغير الامور، تتغير الخطط، فيعطيك حيويه وديمومه الى العمل ماله. كل وزير له خطه، كل وزير له اسلوبه، طريقه تعامله في المشكله، طريقه تعامله لكذا. اكسبت مهارات التعامل مع المشاكل. نعم، وابتكار الحلول. في امر انه سهل الالتقاء بهم كلهم، من الثمانيه تقدر تلتقي بهم كلهم. يعني هذا وصرت انا تقريبا في ايام الدكتور جمال الكعبي شكل لجنه اسمها لجنه التظلمات، صرت انا مينستر مالها.
لجنة التظلمات، ايه التظلم، ايه شكوى من اي موظف، اي عامل في الوزارة ضد مسؤول ضد كذا، ايه كذا، قدمها لنا. قدمها للوزير، الوزير حولها لنا، احنا ندرسها، نشوف هل هذا عنده حق ما عنده حق كذا امور. اشتغلنا يا دكتور منصور، يا زمان استاذ منصور بالرجل في لجنة اللي هي المكافآت حوافز كذا، فكل وزير اشتغلنا اياه في شغلة معينة. معالي السمو الشيخ خالد تقريبا بعد ما مسك عبارة كان الاسكان ويانا ويا زراعة وكذا، دخل لنا الايزو الجودة في العمل، فكنت انا احد الفرع، فاحد العاملين في الفريق. في شغلة بعد يعني واحدة من المكتسبات اللي اكتسبتها، ان احنا في ادارة مصادر المياه ما كان عندنا واحد متخصص في الشؤون القانونية. انا بخلال خبرتي في العمل التطوعي كنت دائما احب امسك اللوائح والانظمة ادرسها كمواد، فكنت انا اروح الى اي دورات قانونية يجيبونها لنا في إدارة مصادر المياه، كنت انا لا اروح، فكنت امسك هذه يعني دي الشغلات من القضايا القانونية، فهم تعلمت منها عبارة اكتسبت منها مهارات. في الوظيفة في الزراعة تعلمنا من الوزراء من جهة، من الوكلاء، من المدراء، من الموظفين، من العمال، وتعلمنا من أصحاب المزارع. أصحاب المزارع مختلف، سواء مالك أو ضامن، وتعرف مختلف المستويات، وتعلمنا من كل واحد أسلوبه الأمور هذه. مسكت أيضا في جزء من العمل مالي اللي هي الزيارات المدرسية، مدارس سواء كانت ثانوية بنين أو ثانوية بنان، يجون مع الطلبة ويا المدرسين مالهم لعمل بحوث حول المياه أو حول التربة أو حول كذا، أنا كنت المسؤول على هذه الزيارات، فكنت أطلع معهم. صح. بالنسبة إلى تجربتك في دخول عمل بلدي، كنت ترشح في 2006 2010 إيه، دخلت 2010، دخلت إعادة أوكي، وصرت الثاني. صرت الثاني عقب في 2013 دخلت العبارة بعد ما خلت منصب. كان في مجلس بلدي من يتأسس الوسطى، رئاسة النائب السابق الأستاذ هذا عبد الرزاق حبا. نعم. وتقريبا قبل ما أدش أنا كان علاقتي بالمجلس بلدي الوسطى من أول ما تأسس 2002 أيام المرحوم إبراهيم حسين كرئيس مجلس، عقب إبراهيم فخرو إلى آخر عبارة، كان علاقتي ويا المجلس موجودة يعني كناشط اجتماعي تطوعي كذا أمور خدماتي وياهم، فكلهم الأشياء اللي تختص بالمنطقة تعرف، كان مدينة رئيسة وشغلات تضم هي هذه الوسطى، وجد على اليوتيوب وشغلات أمور، فكنا نشتغل ياهم في الفرق مالهم في دراسة في زيارات للمسؤولين، كنا نروح. فالعمل البلدي ما كان غريب وبعيد عني يعني، من تأسس 2002 أنا كنت لصيق به. لا الحمد موجود إلى يوم هذا يعني. وبعدين هيك 2014 تم التعيين. تعيين مثل جلالة الملك في مجلس أمانة العاصمة. مجلس أمانة العاصمة. مسكت هناك في مجلس أمانة العاصمة لجنتين يعني على حسب الدورة التشريعية، اللي هي لجنة فنية ولجنة الخدمات. لجنة الخدمات. 2018 ما تم إعادة. صار عندي عدة فرص إن شاء الله معينة، بس النظر الظروف معينة ما رحت ليها إن شاء الله تمور أحتفظ بها زين، وترشحت ل 2021. بالنسبة الآن دخلت مجلس بلدي ودخلت أمانة العاصمة، كيف ترد التجربة بين الاثنين؟ التجربة مجلس بلدي وكأمانة. شوف مجلس بلدي الوسطى كمنتخب، مجلس بلدي أمانة العاصمة كمعين. المعين ما عليه ضغوط، ما عليه ضغوط. المنتخب عليه ضغوط لأن المواطن في النهاية هو ورقة ترشيح، ترشحك أو تسقطك، فهو يكون يعيرك، بعضهم يعيرونك لأنك انتخبته ما نقابت لا ما فوزناه تريد كيف، فأنت في الأمام ضغط، ما ضغط وكيت شغلات أمور يحاسبونك أمور هذا. وثاني شيء أنت معروف تصير لأن أنت معين للدائرة، منتخب من الدائرة، في التعيين أنت معين لدائرة معينة، تعمل بحرية
تبي تمسك الملفات، تبي تمسك كذا، تبي تمسك هذا. إيه هاي واحدة. الشغلة الثانية في الـ في الـ في الـ الانتخاب المكون في المجلس، المكون مجلس من الأشخاص مختلف الاتجاهات، مختلف التخصصات، مختلف الانتماءات، مختلف كذا. في المعين أكثرهم جايين من بيئات تخصصية، مهندس، دكتور، تاجر، كذا. فطريقة التفكير، طريقة الأمور ماخذينها من خلال عمل مالهم. فذاك اللي هناك موجود ماخذين من البيئة، يعني تعرف شلون من البيئة، برا هذا جاي من جمعية، جاي من نادي، جاي من صندوق، جاي من كذا، هذا موظف مهندس أو كذا. فتحصل يعني حتى بطريقة النقاش ممكن يصير اصطدام أكثر في المنتخب عن المعين. معين أكثر شيء شبه مسالمين، شبه متفقين على آراء. المنتخب في واجد آراء مختلفة، صير فيها نقاشات، فيها كذا، انت شايف التجاذبات اللي تصير في المجال. وبالنسبة لتنفيذ خطة العمل، هل المعين خطته تمشي أكثر في الإنجاز، من حيث الإنجاز؟ الاثنين نفس الشيء، نفس الشيء. لأن مطالب المعين، لأن المعين تم تعيينه من أحد شيء لو جاءت منه. المنتخب معين، يعني منتخب من قبل الشعب. انت عندك خطة قلتها، او كمجلس انت يعني قلت والله حق الاعلام ان انا خطتنا احنا كيت كيت كيت، الناس طلعت عليه، وانت وعدت الناس في خطة معينة موجودة. هني مثل ما تقول يطالبونك بتنفيذها، يطالبونك بامور. فالتعيين لابد تبيض الوجه ايضا بعد. يعني انا انت معين وفتتقاعس شوي عوده. انا دائما اقول لهم كنت في التعيين، قلت لهم كم ترى انتم مثلون جهه اكبر جهه موجوده في البلد، فانتم مطالبين تشتغلون اقصى طاقتكم. ولانها اي تقاعس كان في استغفر الله سوء اختيار، مو سوء اختيار منك انت، لان المفترض تقدمت نفسك ان انت بتصير. فالله تفضل اعطيني حياك، اثبت لنا ان انت قدر الثقه اللي انا اعطيناك اياها. بالنسبه لتجربتك في جمعية مدينة تأسيس التعاون الاستهلاكية، أنا جمعية مدينة تأسيس التعاون الاستهلاكية وأنا مو بعيد عنها، مثل ما قلت لك إن الوالد الله يرحمه يحمل عضوية رقم 5، وهو أحد المؤسسين الكبار في هذه. والمرحوم يوسف سلمان كمان يحمل عضوية رقم 1، وفي 2، في 3، في 4، في 5. من الأمور الجميلة إن في بعضهم من خارج المدينة، يعني عندنا من معامير بيت الساكن موجود من أحد المؤسسين، ففي بعضهم من خارج المدينة. الجميل إن أنا كان عمري ذاك الوقت 13 سنة، شاهدت اجتماعات، حضرت اجتماعات، سووا اجتماعات في البيت عندنا في المجلس الوالي، في عدة مجالس، في أيضا في ورش مال نجارة كانت موجودة في المدينة، العم العزيز أو الحاج عبد الودود الرمي وغيرهم. هذه فكانت نحضر بعض هذه الأشياء. فأول ما خدوا وزارة الإسكان عطتهم اللي هي سوبر ماركت، اللي محلات دقاقين فتحوها على بعض، كانت أول سوبر ماركت نشوفها بحياتنا يعني ذاك الوقت. واشتغلنا في وضع البضائع في الرفوف وكذا شغلات. كانت تشتغل مجاني؟ لا بالضبط، نفس الشيء أسهم، الوالد اللي أسهم. لا أنت الصف، أنت كطفل أي تروح الصف مجاني، عمل مجاني تطوعي، تطوعي وكذا. فحسه يعني على قولتهم جزء من سيرة الوالد، مسيرة الوالد. الكثير يطالبوني بالترشح بس ما بترشح، زين بستريح شوي بس بكون قريب إلى مجلس الإدارة القادم. وبالنسبة إلى عملك التطوعي في إنشاء جمعية مدينة ليس الخيرية، من البداية من النواة إلى الآن؟ شوف، صندوق مدينة ليس الخيري هو يعني بداية عمل ماله انطلق من جامع مدينة ليس الجنوبي. جامع مدينة ليس في 1978 شكلت لجنة خاصة بالجامع
تعني بشؤون الجامع من صيانة وغير أمور هذه، وأيضا مراعاة ظروف المصلين احتياجاتهم. فهذه بدأت من 1978 هذه. كانت مقتصرة على بس الجامع. الجامع. بس الجامع مو من برا. يعني أي شخص يجي في الجامع مثلا هي واحد في مدينة عيسى ساكن يعني يجي جامع مدينة عيسى يقول أنا محتاج. بس ما نروح إلى الشخص برا. داخل المسجد. داخل الجامع. الجامع. داخل الجامع. بعد صلاة الجماعة أو. يعني ما بين الفرضين أو بعد الصلاة أو قبل الصلاة عادي. موجود صندوق تبرعات يحطونه أي شخص يبغي. وكذا كان عندنا دفتر يسجل اسم الشخص ويا المبلغ موجود. يعني في 1986 دخلت مجلس إدارة ماتم مدينة عيسى. مجلس إدارة مدينة عيسى ماتم المدينة 1986. نعم. بعد هاي التجربة اللي هي تجربة الجامع تجربة الماتم صار عندنا ظروف نفس الشيء مشابهة الاحتياجات الموجودة كوصيانة محتاجين لكذا أمور. في 1087 يعني عقب سنة من دخولنا مجلس إدارة شكلنا لجنة على شكل الصندوق بس ما كنا نعرف اسمه الصندوق اسمها اللجنة الخيرية مدينة عيسى. كان اسمها لجنة. إيه لجنة خيرية مدينة عيسى. اجتماعاتها كل شيء كامل في الماتم وتقريبا العنصر التبرعات في جامع مدينة عيسى وأمور هذه ونفس الشيء مثل ما قلت لك أرصدة ده سوى عندنا أرصدة عندنا دفتر عندنا كذا عندنا أمور عندنا كذا شغلات. في 1993 تقدمنا بطلب رسمي تشكيل الصندوق صندوق مدينة عيسى الخيري في 1993 ومسكت المناصب من 1993 إلى 2008 كنت موجود 2008 لأن استلمت رأسة الجمعية فما بيصير جمعية وجمعية ويحملون نفس الاسم جمعية مدينة عيسى الخيرية جمعية مدينة عيسى التعاونية في آخر كل بس فقط هذولي فيصير لبس عند الإنسان صح. إذا بتكلم أنا في شغلة معينة يقولون إيش دخل في هالشيء في بعضهم ما يدري لا أخفي عنك إلى يومك هذا في ناس يلحين يفكرون يعني ما زلت رئيس جمعية مدينة عيسى الخيرية مع أن أنا تارك من 2008 لا طول عمرك أنا شكوا علي في الوزارة للتنمية بشغلة معينة المكافأة اللي نستلمها مال مجلس إدارة الجمعية كنت أرجعها للجمعية راحوا شكوا علي في الوزارة قالوا مجلس النشيط يدخل مبالغ في جمعية مدينة عيسى التعاونية بدون إذن من عندكم اتصلوا بالوزارة قالوا أنتم جمعية مثل شركة تجارة أنتم من بيزات الدخل من وين؟ لأن المكافأة مالتي أدخلها ما أطلب ما أرجعها أعتبرها تبرع إلى الجمعية قال لا ما يصير ما يصير خذها روح ادفعها لوين؟ قمت أخذها أعطيها الجمعيات الخيرية ما هذا يعني ذي الشغلة بالعكس أنا أشكر جمعية الوطن سباقة إلى مثل هاي الأمور وتقريبا عندنا إحنا في الإعلام في البحرين تطور واجد صار في يعني كمقروء يعني كقنوات أصبحت إعلامية موجودة غير أول كانت الناس تقرأ كجريدة صح ورقية أصبحت الآن لا نافس يعني كقنوات كذا أمور هذه وأتمنى المزيد مزيد المزيد من الأمور وهي تقريبا مصدر أساسي لاتخاذ القرارات ترى الإعلام الصحي يعني تأخذ من عند دراسات إذا الصحفي قاعد يتعب يسوي هيك كيف تكون مثل ما تقول أرضية إلى بناء قرار معين إلى أمور هذه الله يعطيكم الصحة والعافية بارك الله فيك وياك الله يسلمك حياك الله